رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره السوشيال ميديا. هنبتدي بصفحه النادي الاهلي على الفيسبوك، واللي نشرت صوره للاعب التونسي علي معلول ظهير ايسر الفريق، وكتبت نستر شهر يناير هو لاعبنا المتالق علي معلول، تهانينا ليك، 6 مباريات 540 دقيقه، 3 اهداف و2 صناعه هدف. كمان نشر علي معلول بعد تمديد عقده مع النادي الاهلي صوره على الانستجرام، وكتب الحمد لله على العقد الجديد، لا يزال امامي 3 سنوات مع النادي الكبير الاهلي، امل ان اكون اكثر مسؤوليه واحترام تجاه جمهوري، واعدكم ان ابذل قصارى جهدي لارتقي الى مستوى توقعاتكم وثقتكم بي. كمان نشر عمرو السوليه صوره على الانستجرام بعد تمديد عقده مع النادي الاهلي، وكتب الحمد لله. وعالميا نشر سيرخيو اجويرو لاعب مانشستر سيتي صوره من مباراه تشيلسي امبارح اللي انتهت بفوز كبير للسيتي بنتيجه 6-0، احرز منهم اجويرو هاتريك، وكتب سعيد بالفوز والهاتريك وبتحطيم الارقام القياسيه، انه شرف لي ومن دواعي سروري ان اكون في هذا النادي مع رفاق رائعين، مشجعين رائعين، وان اكون جزء من هذا الفريق الرائع. كمان نشر كايل ووكر صوره من المباراه على تويتر، وكتب افضل اداء مبروك ايها الرجل اجويرو. كمان نشر البلجيكي كيفن دي بروين صوره من المباراه على انستغرام، وكتب افضل اداء من الفريق اليوم مبروك اجويرو. كمان نشر برناردو سيلفا لاعب السيتي صوره مع رحيم ستيرلينج من المباراه على تويتر، وكتب يا لها من المباراه مستمرون. نشر كمان جابرييل خاسس صوره على تويتر وعلق مباراه جيده يا رجال. كمان نشر لروي ساني صوره بعد المباراه على تويتر، وكتب نتيجه جيده الليله، عمل رائع من الجميع. نشر كمان غوندوغان صوره من المباراه على تويتر، وكتب مساء مذهل على الاطلاق في قلعتنا. هاري كين كمان لاعب توتنهام الانجليزي واللي بيغيب بسبب الاصابه، كتب على تويتر بعد الفوز على ليستر سيتي 3-1، فوز جيد اخر، المهمه انجزت. كمان موسى سيسوكو لاعب السبيرز نشر صوره من المباراه على تويتر، وكتب انتصار عظيم اليوم وأداء قوي من جميع اللاعبين، شكرا لدعمكم. كمان أوناي أمري مدير الفني للأرسنال الإنجليزي نشر صورة على تويتر لكأس الدوري الأوروبي، وكتب دايما في بداية أسبوع جديد حافز، ولكن الحافز الأكبر عندما نرغب في الاستمرار في تمهيد الطريق الجديد الذي نتطلع إليه. وفي إيطاليا نشر سامي خضيرة لاعب يوفنتوس الإيطالي صورة على تويتر بعد الفوز على ساسولو 3-0 في الدوري، وكتب العودة إلى الفوز مع أداء رائع من الفريق. أسبانيا كمان نشر ألفارو موراتا صورة على تويتر بعد ظهوره الأول مع أتلتيكو مدريد في مباراة ريال مدريد واللي انتهت بفوز الأخير 3-1، وكتب فخور بظهوري الأول في ملعبنا ولكن حزين جدا على الهزيمة، ليس هناك وقت للتوقف فقط للتطلع والعمل، شكرا للجميع على الدعم.